صرخة جزائر آخر. يا تبون حاضغي الاحتفالات بن بطوش ومعارك وهمية. يقول عثمان السباق: أشعر بالانكسار والقلق لأن أبناء بلدي لم يعودوا بعد لبلدانهم، ونار الحرب تحيط بهم في خاركييف وكييف وما جوارهما. وبالأمس فقدنا طالبا واليوم نطلب السلام لمن تبقى. وأتساءل كيف عادت 300 تونسي و 4000 مغربي إلى وطنهم رغم قساوة الظروف، ونحن ما زلنا نترقبها نصدر بيانات تلو البيانات. ترى أين الخلل؟ سؤال سيبقى معلق لأن إجابته واضحة، وتوضيح الواضحات من المفضحات. لهذا سألتزم الصمت.